BTS فرقة موسيقية من 7 أعضاء غيرت شكل موسيقى البوب على مستوى العالم. تحتفل الفرقة الكورية الجنوبية هذه الأيام بالذكرى 10 لظهورها. قدمت فرقة BTS نفسها رسمياً في 13 يونيو 2013 بألبوم حمل اسم Too Cool for School. أعضاء الفرقة هم كل من جين وجوكا وجاي هوب وآر إم وبارك جيمن وذي وجونكوك. دشن بعض العشاق رابطة لدعم الفنانين 7 حملت اسم آرمي. وحقق الفريق الكوري عدداً من الإنجازات القياسية، على رأسها الفوز ب4 جوائز في حفل جوائز MTV عام 2020، إذ حصدت أغنية داينامت جائزة أفضل أغنية، إلى جانب جوائز أفضل فرقة وأفضل عرض مباشر افتراضي وأكبر عدد من المعجبين. الفرقة أسهمت في تحقيق طفرة سياحية هائلة في كوريا الجنوبية بارتفاع أرقام زيارات السياح إليها لحضور حفلات الفرقة.